فعلا يا وسيم هانم، في 50 مليون دولار عندنا باسم حضرتك، حالا هطلع لك الفيزا كارد. طمنتي يا ستي؟ هانم لو سمحت طلع لي الفيزا كارت اللي كنا عاملينها باسم مدام وسيلة نبيل شرف. ايوه بسرعه. سلام. ميرسي قوي. لا شكرا على واجب يا فندم. بالمناسبه في خزنه باسم سعادتك والمفتاح بتاعها اهو، ممكن تدينا المفتاح اللي مع حضرتك؟ في الحقيقه انا معيش مفتاح، مش عارفه المرحوم قاصد ممكن يبقى شايله فين بصراحه. ممكن تلاقيه في خزنه الفيلا. اللي بقول لحضرتك يعني هو الخزنه اللي عند حضراتكم دي ها يطلع فيها ايه؟ في الحقيقه انا ما اعرفش، اصل الخزن ليها سريه خاصه ما ينفعش يطلع عليها الا العميل بتاعها. الماز؟ قصدي يعني اكيد فيها الماز. يا بنت مالك انت مغموضه؟ طيب انا هدور عليه واكيد اول ما هلاقيها هاجي لحضرتك على طول. تحت امرك يا فندم في اي وقت. حاضر. اي خالد. حاضر. اتفضلي. ده الفيزا كارت بتاعك. الف شكر الف شكر. العفو يا وسيم. ميرسي. العفو. مش بقول لك يا وسيله هاني من اللي جاي احلى ان شاء الله. الماز الماز والله. فعلا يا وسيله هانم، في 50 مليون دولار عندنا باسم حضرتك، حالا هطلع لك الفيزا كارت. طمنتي يا ستي؟ خالد لو سمحت طلع لي الفيزا كارت اللي كنا عاملينها باسم مدام وسيله نبيل شرف. ايوه بسرعه. سلام. ميرسي قوي. لا شكرا على واجب يا فندم. بالمناسبه في خزنه باسم سعادتك والمفتاح بتاعها اهو، ممكن تدينا المفتاح اللي مع حضرتك؟ في الحقيقه انا معيش مفتاح، مش عارفه المرحوم قاصد ممكن يبقى شايله فين بصراحه. ممكن تلاقيه في خزنه الفيلا. اللي بقول لحضرتك يعني هو الخزنه اللي عند حضراتكم دي ها يطلع فيها ايه؟ في الحقيقه انا ما اعرفش، اصل الخزن ليها سريه خاصه ما ينفعش يطلع عليها الا العميل بتاعها. الماز؟ قصدي يعني اكيد فيها الماز. يا بنت مالك انت مغموضه؟ طيب انا هدور عليه واكيد اول ما هلاقيها هاجي لحضرتك على طول. تحت امرك يا فندم في اي وقت. حاضر. اي خالد. حاضر.